هنا هنتكلم دلوقتي على جزء طبعا قد يكون صعب بالنسبة للطالب في أول يوم أو أول مذاكرة للور، لكن احنا هنقوله ولو ما حفظتش الأسامي كلها لما تشرح في المشرحة وتشوف العضلات ابقى ارجع للجزء ده تاني هتلاقي نفسك حفظته كويس أوي. يعني ما تتضايقش لو ما ايه ما ثبتتش الأسماء كلها دلوقتي، لكن لما تراجعوا بعد ما تشوف العضلات هتحفظ الأسامي كويس أوي. النهاردة ده اللي بيسموه البارتيكولار فيتشرز، ده الجلوتيال سيرفيس اوف ذا ايليوم. عايزين نشوف العضلات اللي ماسكة هنا ايه. فكان عندي في لاين اهو، ده بوستير جلوتيال لاين، ده انتير جلوتيال لاين، ده انفير جلوتيال لاين. ورا البوستير جلوتيال لاين بلاقي المنطقة دي بتمسك فيها مصل اسمها جلوتياس ماكسيمس. يبقى هنا في مصل اسمها جلوتياس ماكسيمس، تحتها مصل تانية اهي بعد البوستيرور جلوتيال لاين. هنا اهو ادي البوستيرور جلوتيال لاين، بعده على طول الاقي مصل اسمها جلوتياس ميدياس، دي بتقع ما بين الانتيرو جلوتيال لاين والبوستيرور جلوتيال لاين، دي اسمها جلوتياس ميدياس. نيجي المصل التالتة اللي هي اسمها جلوتياس مينيمس، جلوتياس مينيمس ديت اللي هي زي ما احنا شايفين ما بين الانفيرو جلوتيال لاين والانتيرور جلوتيال لاين. يبقى ما بين الانفيرو جلوتيال لاين والانتيرو جلوتيال لاين دي جلوتياس مينيمس، يبقى اسمه جلوتيال سيرفس تمسك فيه. جلوتياس ماكسيمس مسل، جلوتياس ميدياس مسل، جلوتياس مينيمس مسل. هنا في هنا هو هنا هو مصل تحت الانفيرو جلوتيال لاين دي ريفلكتد هيد اوف ذا ريكتاس فيمورس. هنا في مصل اسمها ريكتاس فيمورس ليها تو هيدز، ستريت هيد وريفلكتد هيد. الستريت هيد جايه من هنا من الانتيرور انفيرور الياك سباين، يبقى هنا دي ستريت هيد اوف ذا ريكتاس فيمورس، وهنا ريفلكتد هيد اوف ذا ريكتاس ايه فيمورس. نيجي نسيب الجلوتيال سيرفيس ونمسك الانتيرور سوبيرو الياك سباين، الاقي الانتيرور سوبيرو الياك سباين في اتنين، في اول حاجه ليجامنت في الابدومن هناخدها بالتفصيل اسمها انجواينا ليجامنت، وبعد الانجواينا ليجامنت في اوريجين بتاع مصل في اللور مهمه جدا اسمها ايه سارتوريس. يبقى هنا في انجواينا ليجامنت وهنا في ايه سارتوريس. لما اجي هنا عند الانتيرور انفيرور الياك سباين الاقي ستريت هيد اوف ذا ريكتاس فيموريس، يبقى الانتيرور انفيرور الياك سباين تمسك فيها ستريت هيد اوف ذا ريكتاس فيموريس، وبتمسك فيها هنا هو ليجامنت اسمها بيوبو او اسمها اليو فيمورال ليجامنت، لان دي الانتيرور انفيرور الياك سباين بتمسك فيها ليجامنت اسمها اليو فيمورال ليجامنت اليو. وطبعا جايه تمسك بعد كده هنشوفها من ضمن الليجامنت بتاعه الهيب جوينت ماسكه في الانتر تروكانتريك لاين بتاع الفيمر، عشان كده بيسموها اليو فيمورال ايه ليجامنت. هي بقى الانتيرو سوبيرو الياك سباين فيها ليجامنت ومسل، ليجامنت اسمها انجوينا ليجامنت والمسل اسمها ستريت هيد اوف ذا ريكتس فيمورس. الانتيرو انفيرو الياك سباين فيها مسل وليجامنت، المسل اللي هي ستريت هيد اوف ذا ريكتس فيمورس، والليجامنت اسمها اليو فيمورال ليجامنت. نيجي بعد كده لبقية السيرفيسز. فأنا عندي دلوقتي ده هنا السيرفيس اللي هو عبارة عن الإلياك فوصة، المفروض إن هنا الإلياك فوصة بتمسك فيها مصل اسمها إلياكس إيه مصل، يبقى هنا في مصل أهي اسمها إلياكس مصل. المفروض هنا في أركوت لاين أهو، ده الأركوت لاين وده بقية الميديال بوردر. في هنا ساكروبيلفيك سيرفيس فيها أجزاء، ثلاث أجزاء، البيلفيك بارت اوريكولار بارت والياك تيوبروستي. لما نيجي هنا البلفيك بارت هنا اهو بتمسك فيها مصل، المصل دي جايه من هنا اهو من الاوبتريتور فورامن والاوبتريتور ممبرين اسمها اوبتريتور انترناس مصل، يبقى هنا في الاوبتريتور انترناس مصل. نيجي الجزء ده الاوريكولار بارت، ده بتمسك فيها السكرم او بتتحد مع السكرم ويعملوا لي جوينت اسمها ساكرو الياك جوينت، يبقى هنا في جوينت اسمها ساكرو الياك جوينت. بعد كده الالياك تيبروستي تمسك فيها ليجامنت بتدعم الساكرو الياك جوينت، دي اللي هي
ليجامنت ماسكه هنا في المنطقه دي اسمها بوستيرور ساكرو الياك ليجامنت، وبعدين ليجامنت تانيه اسمها انتر اوسيس ساكرو الياك ايه ليجامنت. يبقى هنا دي في بوستيرور ساكرو الياك ليجامنت، وهنا انتر اوسيس ساكرو الياك ايه ليجامنت. يبقى ده الالياكس ماسل، اوبتريتور انترنس، وبعدين بوستيرو ساكرو الياك ليجامنت، وانتر اوسيس ساكرو الياك ايه ليجامنت.